كما شدد فضيلة الشيخ القطان على أن الوقاية مبدأ شامل لكل شؤون الحياة، مشيرا إلى أن أفراد المجتمع مطالبون ببذل جهود أكبر تجاه مجابهة فيروس كورونا في ظل عدم وجود دواء معروف حتى الآن للفيروس سوى الوقاية منه. وأحوج ما نكون إلى إعمال هذه الحكمة الرائعة الصادقة، الوقاية خير من العلاج. إذا لم يكن هناك علاج معروف للمرض أصلا، بل تكون الوقاية هي العلاج الأوحد المعروف إلى الآن. وفي هذه الأزمة التي ينتشر فيها وباء الكورونا الذي يحصد الأرواح ويحرق المهج والأكباد في كل مكان من العالم، لا تكون الوقاية خير من العلاج فقط، بل تكون الوقاية هي العلاج نفسه. فهو شعار نرفعه في هذه الأزمة التي نحياها والتي تزداد فيها حالات الإصابة بهذا الوباء، شعار يقول: الوقاية هي العلاج.